بسم الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأكبر جل جلاله وعما نول. ربنا زدنا نصرا مبينا، ونحن نتوقع منك الإسراع بنصرنا يا ناصر يا عظيم يا ذا الطول. أما بعد، السلام عليكم. الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأكبر. الآن ناخذ بعض آيات من سورة طه عليه السلام للتذكير فقط، الآية 24 وبعدين ننتقل إلى آية 42. 24 فيها هذا: اذهب إلى فرعون إنه طغى. وبعد 42: اذهب أنت وأخوك بآياتي، أي بدلائل نبوتكما، ولا تنهي في ذكري، ما تتقعسوش. اذهب، بعد ما قال اذهب في 24 قال في 42، شفت تقلبت 24 اذهب و 42 لفيرسيون لي نومبر اذهب. وبعد عاد خذوا طه ما شاء الله. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا، هذه آية 73، وما كرهنا عليه من السحر، هذا الناس اللي عملوا كونفرسيون والسحرة، وما أكرهنا عليه من السحر والله خير وأبقى. وبعد نزيد نواصلوا بزيادة معرفة بما يتصل بفرعون النجس اللي جنى على نفسه بطغيانه وادعائه الربوبية من دون الله والصلاة.